معاك باس عاود لينا القصه الكامله ديال الابن ديالك كيفاش تعداو عليه. ولدي تيقرا في مدرسه لاله مريم في مدينه القنيطره في بير رامي. ولدي تناقش مع دري قال لي عطيني تليفون ديالك ندير به فيديو. ولدي ما عجبوش الحال قال لي ما عرفش انا ديال هذا الفيديو ما نعطيه لكش. قال لي لا ما عطيتينيش التليفون غادي يكون حساب خرو داك التليفون غناخذو انا راه ديالي انا وغناخذو انا. قال لي سير بعد مني انا ما كنت عاشرش معاكم ما كنهضرش معاكم بعدو مني. قال لي وانت غتخرج وغتشوف شنو كاين. قال لي وحتى نخرجوا ديك الساعه ونشوفوا شنو كاين. ولدي مني خرج ما لقاش بوحدو لقى معاه خمسه اخرين سته اخرين سبعه اللي ضربوا ولدي. ولدي غادا معاه في لابيلانس للسبيطار الغابه هو تيقول لي اماما سبعه اللي ضربوني. تنقول له وليدي شنو هو ما خلاكش تنفس. تيقول لي الضربه اللي على قلبي يا ماما ما بغاش يقول لي مسكين الضربه اللي عنده بالطورنوفيس خباها مخبيها مدرك هكا ما بغاش يوريها ليا. وتيقول لي الضربه اللي على قلبي يا ماما الضربه اللي عندي هنا هي اللي سدا في النفس. هذه ما ضرانيش ماما هذه راه ما دخلاش ديال الموس ما دخلاش ماما ضراني ديال هذا هي اللي ما كنبقاش نهضر. وليدي كنقول ليها وليدي غير قول لي شحال تيقول لي سبعه في الاخر ولا كيدير لي بيدو هاك تيوريني بيدو تيقول لي سبعه ماما سبعه سبعه اللي قتلوني. ماما قال لي انا راجل وغنموت راجل ولكن هما خليت ليهم الله. تنقول لي عطيني غير سميه في واحد ما بغاش ولدي يعطيني سميات ما بغاش ولدي يعطيني سميات. صافي تغلب ولدي وما قالش لي السميه ديالهم وما قال لي شكون وما عرفتهمش انا حاليا ما عرفتهم شكون هما. واخا ممكن تعاود لينا كيفاش تعداو عليه بالضبط برا؟ كيفاش تعداو عليه؟ واحد تشدوا معاه جوج مني شافوه قاصح عليهم حيت ولدي انا كيتريني مني شافوه قاصح عليهم تحاموا عليه والاخرين جلسوا بالحجر اربعه تحاموا عليه وثلاثه كيضربوا بالحجر من التيساع. شوف العمر ديالو ولدي ولد 2005 ولد 2005 طالع في 17 عام عنده 16 عام. وقيته اللي ضرب فيها خرج مع 12 ونص خرج من الباب المدرسه شدوا في الباب المدرسه 12 ونص الوحده انا كنت بيه في سويسي في سبيطار الغابه ضل معاه النهار كله في سبيطار الغابه ومع جوج اللي جابوه هما قالوا لي اش عاوتاني ولدك دينوا للسويسي خرجت خرجت لابيلانس بلا علمي حتى مشيت مع 6 الصباح. كيفاش كان الشعور ديالك فاش سمعتي الخبر؟ ما نكذبش عليكم راه اي ام غادي تحس بيا باش حسيت انا داك الساعه. انا تلاقاوني بحوايج وتلاقاوني بالملايا قلت لها قولي لي ولدي قلتي لي جيبي انا شت ليه كلشي. قالت لي بنت شريفه ولدك تزاد عليه الحال وحق ديناه للسويسي. قلت لها قولي لي شي هضره اللي غتدخل لي لعقلي وقولي لي شي هضره اللي غنستوعبها انا. قالت لي واش تقدري على الهضره اللي غنقول لك؟ قلت لها انا ما جيت عندك لهنا غير قادره على اي حاجه وعولا نسمع اي كلمه. قالت لي ولدك راه داواه وتوفى في الطريق. قلت لها ولدي مات. قالت لي مات. قلت لها علاش ما قلتوهاش ليا؟ قالت لي اختي هادشي انا ما بيديش هادشي اللي بيديها انا قلته. جيت بحالي صافي رجعت بحالي للدار. مات مع جوج الليل وخرج وانا مخليه من مرا التليفون ومخليه لهم كلشي وتنقول لهم انا هذا اللي ضرني في قلبي علاش خرجت لابيلانس وما علمتنيش. هادشي بغيت نعرف علاش الشباب هادو اللي قاموا بهذا الجرم هذا تعرفتوهم فين كاينين في واش كاين بالحي؟ انا ما تنعرفهمش قالوا لي شي وحدين ساكنين في البرارك انا كنسكن في الدير هما في البرارك وشي وحدين قالوا لي في واحد البلاصه تيقولوا لها ولاد موسى. انا هادشي اللي عرفت. الاجراءات القانونيه واش تعتقلوا ولا مازال؟ تعتقلوا جوج والاخرين باقيين تيدوروا وواحد منهم هو اللي كان تيضرب البارح بالحجر. سمعنا بان كان هجوم بالليل هجموا علينا دخلوا الناس كلهم للدار هجموا علينا وتهرسوا الكراسه وبنت لوسي ضربت في رجلها. علاش هجموا عليكم؟ هجموا علينا ما بغاوناش حيت شافوا الصحافه شوشوا علينا ما بغاوناش نديروا هادشي شافوا الصحافه داكشي علاش هضروا. هادو الاسره ديال اللي تعدى الاسره اللي تعدواه جابوا سكايريه جابوا جناوه جابوا سيوفه ضربوا بالحجر ما خلو ما داروا. هذا كتبين لي عندك اللي مات كبير نقول كبير فيهم ولا صغير؟ لا هو الوسطاني عندي الولد الكبير وعندي بنت صغر منه تيقرا تيقرا في التاسعه. ولدي ولد دار الشباب ولدي ولد الخير ولدي فين ما كانت شي جمعيه غادي معاها ولدي فين ما كانوا الناس كي هذا كيمشي معاهم. ولدي عمره ما شاف شي امراه هزت تقول ولا شي راجل هزت تقول وما لحقوش حتى لدارو. ودابا في الموسى ودع الام واش قال لكم غيطلقوا لكم دابا؟ يعطيوه لنا دابا داكشي علاش حنا مزروبه غنخرج دابا باش ندي ولدي ندفنو. ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الرحمن الرحيم. حاليا الامور القانونيه يعني ديال المحاكمه فين وصلات؟ مازال الاخرين مشدودين ومازال شي الاخر قال لك سيري حتى تخرجي ولدك عاد نشوف شنو كاين. مازال داكشي هو هذاك. وهاد الجوج اللي تشدوا وانا سمعت واحد الهضره عاوتاني دابا ولدي دايرين ليه انا ما قارياش انا ما عارفاش ولدي دايرين ليه مات بسكته قلبيه وانا ولدي مات مقتول قاتلينو سبعه
قاتلين وحارقيني في ولدي، كاع قرحيني في ولدي، شواوني في ولدي، ما نسمح ليهم لا دنيا لا اخره، ما سمحاش ليهم، ما سمحاش ليهم لا دنيا لا اخره، حيت شواوني حرقوني في اعز واحد واحن واحد. بقيتي اللي تقتل؟ واش جيتي الساعه لقيتي الساعات تما ولا هزوه؟ لقيتو باقي تما، انا طايح مرمد ولدي، موسخ ولدي، داك البلاصه اللي طايح فيها فيها حشاك حدا قريب البركاسه، فيها مطلي بالرماد، مطلي بالرمله، حالته حاله. قلتي مازال حي؟ لقيتو بقى تما هضر معايا، ومن تما في لابيلانس هو كيهضر معايا. يعني ولدك ما كانش كيخبرك قبل بانه كاين شي دراري كي؟ قالها خالته، ما قالهاش ليا انا. شنو قال لها؟ قال لها خالتي انا هاد العام نكمل المدرسه وما غنبقاش نقرا في داك قنيطره. قالت لي علاش وليدي؟ قال لها واحد الدري ها كيفاش كيفاش كيفاش. قال لي شحال مره كنكون غادي حتى كيحيدوا لي الكاسكيطه وبقاو رميوها واحد لواحد، ديما تيجبدوني وانا هارب. علاش قال لي هارب؟ حيت ماما مسكينه ما فحالهاش، ماما كتبيع غير الربيع، ماما كتكرفص على ودنا باش تجيب لنا طرف الخبز، ما باغيش نجرح ماما. الله يرحمه. شنو المطلب ديالك انت الاخر؟ المطلب ديالي ناخذ حقي وحق ولدي، المطلب ديالي هادوك اللي دايعين يتشدوا، هادوك اللي مطلوقين، اليوم قتلوا حسام غدا قتلوا حسام واحد اخر، اليوم ضيعوني انا وغدا يضيعوا مرا اخرى، اليوم شواوني انا وغدا يشويو مرا اخرى. البارح فاش عدوا عليكم دوك الناس كان شي تدخل امني؟ كان جا الامن، من الامن مشى بقى كيدور حتى لشي وحده الليل ولا جوج عاد مشى. شدوا اللي تعداو؟ شدوا واقيلا واحد، شدوا واحد هذاك اللي هرس الكراسه. واخا قولي لنا البارح قبل ما تجي للكنازه فاش مشيتي للمركز ديال البوليس شنو داروا معاك؟ داروا معايا اجراءات، ثم هما شافوا دخلوا الدراري هما الاولين وما سبقونيش انا باش نرجع ونقضي هذا. داروا معايا اجراءات، بقيت جالسه تما حتى عاودت لهم هادشي اللي عاودت لكم عاودته لهم. قالوا لي لا شريف احنا عندنا في المحضر غير جوج. قلت ليه شوف في المحضر جوج، ولدي انا اللي قال لي قتلوني سبعه، ولدي انا اللي قال لي ماما سبعه ماشي جوج. عاقل عليهم؟ اه عاقل عليهم. واخا باش الناس يعرفوا البلاصه بالضبط فين؟ بين رامي لاله مريم في ولاد بارك، بين رامي مدرسه لاله مريم ولاد بارك بين رامي. شنو النصيحه ديالك للاباء باش يحضيو ولادهم؟ النصيحه ديالي للاباء يحضيو ولادهم، انا كنت معمره الوقت لولدي ما كنتش نخليه يخرج. انا ولدي كان تيمشي للاصال كيمشي للمراجعه، ومن المراجعه للاصال، ومن الاصال كيجي للدار، وفي الصباح كيمشي للمدرسه، ومن المدرسه للمراجعه، ومن المدرسه للاصال، ما كنتش كنخليه يدور معاهم. هذاك هو السبب اللي خلوه اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.